يتم تعيين أو تحديد مدرس من المرحلة الدراسية نفسها، حيث يقوم بتقديم الرعاية والمشورة والدعم والإجابة على الأسئلة المطروحة من قبل الطالب الجديد، وكل حسب التخصص الدراسي والجامعي له. هؤلاء هم المشرفون. المشرفون يساعدون في حل المشاكل المحتملة التي تظهر أثناء الدراسة، وبإمكان المشرفين أيضاً تقديم الدعم والمشورة في المسائل المهنية والتخصصية. المشرفون هم دائماً معلمو المرحلة أو التخصص الدراسي أيضاً. كيف يمكن للمرء التواصل معهم؟ عن طريق إشعار مسبق من خلال ساعات الاستشارات الطلابية. يمكنكم الاستعلام بشكل مباشر عن مشرفكم الخاص بكم على الصفحة الرئيسية للقسم العلمي الخاص بك، عن طريق البريد الإلكتروني، أو ببساطة بصورة شخصية.